عادة ما يكون العمل على الأجهزة النقالة كالحاسوب صعبا لعدم توفر منافذ متعددة له، لذلك توفر لك أجهزة الكيبل تايم المنافذ الإضافية المختلفة للاستخدام. لذا نتشكر الشركة لتوفيرها لنا جميع هذه المنتجات لنقوم عليه بمراجعة شاملة على قناتنا لتستفيدين منه أنتم أيضا. كالعادة معكم وليد من قناة بيكسل بي جي، والفيديو اليوم إن شاء الله سيكون مراجعة شاملة لهذه الأجهزة من شركة كيبل تايم. وتبتدي مراجعتنا لأجهزة دوك ستيشن وأوب ستيشن وأوب من شركة كيبل تايم. نبتدي مع شكل وتصميم كل من أجهزة الكيبل تايم. لكل جهاز شكل مميز في هذه العائلة من دوك ستيشن وأوب ستيشن ويو اس بي أوب، وهذه هي الأبعاد الموضحة لكل جهاز منهم. إن فكرة عمل هذه الأجهزة متشابهة، لكن تختلف في الوظائف حسب المنافذ التي يوفرها كل جهاز منهم. يحتوي جهاز دوكينج ستيشن على 16 منفذ للاستخدام ابتداء من منفذ الصوت مع منفذ USB-C بسرعة 10 جيجا، يليهما فتحتان لميموري كارد خاصة بالTF والSD، وفوقهما إنارة LED لإظهار اشتغال الجهاز، بالإضافة إلى 3 منافذ USB-A، واحدة من نوع 3.2 بسرعة 10 جيجا واثنين من نوع 3.0 بسرعة 5 جيجا، ويتم استخدام هذه المنافذ لسرعة نقل البيانات الخاصة بها. أما من الواجهة الخلفية للجهاز فيحتوي على منفذ Type-C للشحن تصل قدرته إلى 100 واط مع منفذ أنترنت ومنفذين USB من نوع 2.0 ذات سرعة عادية مع 3 منافذ HDMI ومنفذ DisplayPort ومنفذين Type-C مخصصان للهوست رقم 1 ورقم 2. رقم 1 مخصص لارتباطه مع HDMI 1، أما الهوست رقم 2 فهو مخصص لجميع المنافذ الموجودة بجهاز Dock Station. ومن الأعلى يحتوي على غطاء يمكن نزعه لاستخدام Solid State Drive من نوع أمتو، وهذه هي أنواع الـ SSD التي يمكن للجهاز Docking Station استقبالها للاستخدام.
أما طريقة التركيب ستكون سهلة، فقط تأكد من أن SSD الخاص بك يدعمه الجهاز. أما من الواجهة السفلى فله فتحات لتهوية الجهاز. أما جهاز الأوب ستيشن فيحتوي على 7 منافذ للاستخدام، ابتداء بمنفذ التايب سي المخصص للشحن الذي تصل قدرته إلى 100 واط مع إنارة LED كما هو موضح. ومن الجهة الأخرى لك منفذين SD و TF مخصص للميموري كارد مع منفذين USB 3.0 مع منفذ HDMI يصل إلى 4K 60 هرتز. ولا ننسى منفذ الانترنت الذي يكون من الواجهة الأمامية. ووصلة تايب سي مخصصة للهوست. أما جهاز USB Hub فهو يحتوي على 4 منافذ USB من نوع 3.0 مع منفذ تايب سي واحد للشحن، وتدعم وصلته مخصصة للهوست كلا من USB-C والUSB-A أي نوع هايبريد. تدعم منافذ أجهزة الكيبل تايم جميع الأجهزة المختلفة، بحيث أن جميع هذه المنافذ تشترك في وصلة الهوست التي تكون موجهة لجهازك الشخصي سواء كان حاسوب أو هاتف نقال. لكن قبل الشراء تأكد من أن جهازك به منفذ تايب سي من نوع يدعم مختلف الوظائف، وهذه أمثلة لمختلف منافذ التايب سي التي تحتوي على علامات تبين وظائفها، وفي بعض الحالات لا تجد العلامة أمام المنفذ، لذلك تحتاج إلى بحث عن نوع جهازك لمعرفة ما نوع المنفذ الذي به. وعلى سبيل المثال جهاز USB-Hub يحتاج إلى نقل معلومات مع الشحن، لذلك هذه هي المنافذ التي يحتاجها لتجربة الجهاز تجربة كاملة. أما جهاز الأوب ستيشن يحتاج إلى نقل معلومات ونقل صورة الشاشة مع الشحن، لذلك هذه المنافذ التي يحتاجها. ونفس الأمر ينطبق على الدوك ستيشن، لكن الأمر الذي يميز الدوك ستيشن هي كثرة منافذه، لذلك سوف تحتاج إلى منفذ مخصص باسم الثاندربولت الذي يوفر لك سرعات عالية لمختلف المنافذ في نفس الوقت. وللدوك ستيشن منفذين هوست مخصصين لاستخدام جهازين مختلفين في نفس الوقت. كما هو موضح فاستخدمت الهاتف مع منفذ الهوست رقم 1 الذي يكون مرتبط فقط مع الـ HDMI 1، أما الحاسوب ربطته مع الهوست رقم 2 لاستخدام جميع المنافذ الأخرى 15 التي بالجهاز. وبهذه الطريقة تستطيع استخدام جهازين مختلفين في نفس الوقت مع جهاز دوك ستيشن، أو تستخدم كل من منفذي الهوست في جهاز واحد عبر وصلتين USB-C، أو تستخدم وصلة ديال USB-C الموجهة لأجهزة الماك بوك التي تحتوي على منفذين تايب سي متقاربين من نفس هذا الشكل. أما استخدام الشاشات المتعددة مع جهاز دوك ستيشن يختلف حسب المنافذ التي يوفرها والحاسوب الشخصي الخاص بك، بحيث للجهاز 4 منافذ إخراج الشاشة يشتركان في منفذين هوست اللذان يمكنك استخدامهما مع الحاسوب الشخصي لاستغلال منافذ الشاشة، بحيث أن الهوست رقم 1 مسؤول فقط عن منفذ HDMI 1 في الدوك ستيشن، أما الهوست رقم 2 هو المسؤول عن جميع المنافذ في الدوك ستيشن 15 بما فيهم منافذ الشاشة HDMI 2 HDMI 3 والديسبلاي بورت. لاستخدام 4 شاشات إضافية أو أقل في كل من وضعين الإكستند الذي يكون عبارة عن توسيع لمجال العمل الخاص بك في الشاشات الإضافية، أو استخدام وضع الميرور لاستنساخ الشاشة الرئيسية ونشرها على الشاشات الإضافية لاستخدامهم في الأعمال الشخصية الخاصة بك. لكن تختلف دقة الجودة وتردد الهرتز لكل شاشة على حسب نوع وقدرة الحاسوب الشخصي الخاص بك وعدد الشاشات المستخدم، لذلك سوف تجدون رابط في صندوق الشرح يوضح لك عمل الجهاز وقدرة تعامله مع الشاشات المختلفة. وإلى هنا نصل لنهاية تجربتنا مع أجهزة الكيبل تايم. كما رأيتم في المراجعة فجميع هذه الأجهزة عندها هدف واحد وهو توفير المنافذ الإضافية عبر منفذ واحد في الجهاز الخاص بك، لكن وظيفة كل جهاز تختلف على حسب المنافذ التي يوفرها كل جهاز منهم. لذا الأكثر استخدام لهذه الأجهزة هم أصحاب الحواسيب النقالة التي تكون بها منافذ قليلة، لذا سوف تحتاج إلى إكثار المنافذ الخاصة بك عبر هذه الأجهزة. أما أصحاب الحاسوب المكتبي فبعض الحالات مثل حالتي أنا عندي أجهزة بكثرة فأحتاج إضافة دوكينج ستيشن لتوفير منافذ أخرى إضافية لاستخدام جميع الأجهزة الخاصة بي في نفس الوقت. أما أصحاب الهواتف فأصحاب الهواتف يختار الجهاز الذي يناسبه بالنسبة له. أنا بالنسبة لي هذا الجهاز كافي ويوفي لاستخدام الهاتف مع جميع الأجهزة التي تحتاجها. إن شاء الله تكونوا فهمتم جميع المراجعة الخاصة أو المعلومات المقدمة لليوم لأجهزة الكيبل تايم. إن شاء الله تكون لبيت جميع النقاط يعني اللي تحتاجها لمعرفة الأجهزة وطريقة اشتغالها، فهو اشتغال عادي أكيد. لكن لنوضح لك قبل الشراء أخي العزيز، تأكد من أن المنفذ
التايب سي الخاص بك لجهازك يكون يدعم إخراج الصورة مع نقل المعلومات والشحن لاستخدام الأجهزة اللي بها منافذ بكثرة. كالعادة كان معكم وليد من قناة بيكسل بي جي، ونراكم إن شاء الله في فيديو آخر معلومة جديدة، وإلى اللقاء. Peace.